بعد المشكلة دي وبعد وفاة الأم والأب، انتي ما زلتي تعتبري فنانة وعندك الموهبة، بس أنا مش حاساكي موجودة. ده حقيقي. هل لأن إيه؟ لأن انتي بنت ناس كبار زي ماجدة وإيهاب، ولا بصي، متشاليش ليه؟ هي جزء منها عشان البنت ماجدة وإيهاب مش محتاجة؟ ممكن يبصوا لها هم كده. ولو انا طب ما تنتجي لنفسك، يعني ابسط حاجه يقولوا طب ما تنتج لنفسها طب ما مثلا. تنتجي لنفسك. انا دخلت مره يعني في شخلول، كان ماما عملت مع جهاز التكتو اللي هو هنا مع التلفزيون شراكه، اوكي. كان صعب جدا. هي ماما انتجت لك مسلسل اعتقد. فكان صعب جدا يعني، شفت الانتاج وشفت اللي بيحصل فيه وشفت دلوقتي، ففي الظروف دي صعبه قوي. تخافي؟ تخافي ليه؟ انت ما عندكيش ثقة في نفسك؟ لا يعني التجربه صعبه، محتاجه فلوس كتير قوي، ومش مضمون عارفه اسوقها ولا لا. وانتي مش بنفس الخبرة بتاعت لا ماما طبعا. ولا نفس الزمن يعني. ولا نفس الزمن اللي اختلف خالص. طيب، برضو من الصور اللي دايما كانت يعني بتتشير صور فرحك. يعني بنت إيهاب نافع، كان كل الناس متوقعة ان هي لما تختار يعني لازم يبقى نموذج الأب لا قدامها. عكسه تماما. لا بس ليه لا اللي مش حصل؟ ليه منك كل احترام؟ لا يعني عكسه في السمار، يعني اقصد مش عينيه في الخضراء، مش الملامح. عينيه اللي هو شكله اللي هو الخشن. ما كان ده كان العكس طبعا، لان كنت عايزه، لان اولا يعني انا شفت كنت استظرفته يعني ارتحت له، فشيء طبيعي لاني ما اتربيتش مع بابا، فكان لازم اختار عكسه، لان بابا بالنسبه لي بيتجوز كتير، بابا بالنسبه لي حلو قوي، بابا بالنسبه لي ستات كتير بتعكسه يعني برضه في، فانت مش عايزه نفس فانا مش عايزه الهسل اللي مش مامتك عايزه ده. عايزه. مش طب هستحمله يعني. هو كزوج؟ بابا لا، جوزي. زوجك ما زلت، انتوا ما زلتوا متجوزين؟ الحمد لله. الحياه وانك محافظه على الجواز في الوقت اللي زي ده بكل الصعوبات، في بعتبره نوع من التمرين. لا هو بتتمرني كل طب يوم لا ولا هو تصدقي راجل كويس؟ وطيب. تصدقي بالله لا هو اله الا الله. هو اللي كويس. ولا انت اللي جباره ومفطريه؟ يجي منك انتي؟ لا انا يعني انا تقدري تقولي مجنونه برضو شويه. انتي مجنونه؟ انا ايه مش ده انت، بحسك، انا ده بحسك انت انك برج انتي، الحوت، برج الحوت انا ده. بحس انك انتي طيبه و... طيبه بس برضو لينا مش حوت، مش له كده ايه شويه هرفاتك يا رب يعني، ممكن فجاه اتضايق، فجاه اغضب من غير سبب؟ اي حاجه هبله، تروح كبرانه كده كده، واروح سايبه الحته وقايمه ومتضربنه ومش عامله كده. هو اللي يجي صالح. بيقول لي مش تعالي بقى، مش عيب، مش عيب الكلام ده. انت طول ما انت مش الطاقه دي بتهديكي ولا كده. والطاقة فعلا جايبة معاكي والله جدا فرقت معايا جدا مختلفة جدا. في ايه؟ بصي، ان احنا كلنا حوالينا طاقه، وان في عندنا امكانيات كتير قوي واحنا مش حاسين بيها كبني ادم، عندك سوبر باور وانت مش عارفاه. اوكي. فانا درست السوبر باور دي، بحاول اخش على السوبر باور بتاعتي عشان اكتشفها واعرفها دخلتي على ايه؟ لقيتي ايه؟ واستعملها. قعدت قد ايه يعني انا بقالي سنه وبكمل. مكملة يعني؟ لقيتي ايه في الطريق؟ لقيتي ايه قدراتك اللي انتي ما كنتيش عارفة عنها؟ يعني انك انت مثلا تحسي بالناس كويس، اني ممكن اقدر اقيس البني ادمين، اقيس درجه مثلا كذبهم ساعات هو انتي كنتي ابيض؟ خالص حضرتك. ابيض خالص؟ قوي. عشان تحسي بالناس انك تعرفي ان كانوا حلو ووحش، شرير، لا صادق. يا دلوقتي ممكن اقيسها بالطاقه بقى احسها. لا ثانية واحدة، نرجع تاني. انتي كنتي ابيض؟ يعني انتي اتضحك عليكي كتير اكيد طبعا بصدق كأصدقاء وكعلاقات اخرى بقى يعني. كإنسانة. يعني بصدق ليه افترض ليه افترض ان الناس بتكذب ليه؟ وانتي مامتك ماجدة اللي هي الست الواعية الكبيرة الرزينة، ما بس ماما كانت كمان كانت طيبة بتصدق. برضو. ما هي ماما المشكلة بتاعت ماما اللي وقعها، انها كانت بتصدق الناس، فبتصدق فصدقته. طب ليه يغشني؟ طب ليه يضحك عليا؟ طب ليه يعمل كده؟ فبتصدق. طب انت ورانيا محمود ياسين اصحاب، عشان كده هي خدتك القصة دي ولا لا؟ هي جت كده. هي انا كنت عايزه ادرس فونج شوي اللي هي دراسه الطاقه في المكان، فهي عايزه تعالي، فانا رحت على دراسه ما اعرفش، فاكره ان دي فونج شوي، طلعت مش فونج شوي، طلعت حاجه في الطاقه تانية، فاللي هي انك تعالجي كمان بالطاقه.
يعني اللي عنده دماغه بتوجعه وضغط مش عارفه ايه الحاجات دي يعني. انت عايز تنتهي الموضوع؟ لا مش همتهنه بس اعرفه. ليه لا ما تنتهنيش؟ ليه لا ما عندكيش الافكار انك تقدري تعملي حاجه؟ لا يعني انا دي عاملاها لنفسي ولعيلتي ولصحابي. أيوه. انما امتهنها صعبه يعني مش عايزه يعني. طب انت مرهقه يعني. لا صعبه. استفدت ايه طيب؟ استفدت هدوء، استفدت بس يعني بصيرة نقول، استفدت هدوء كتير قوي لاني بعمل مديتيشن انك تصفي مخك خالص وتقعدي بقى زي اللي بيعملوا كده وبتاع، فدي بتفرق جدا. ابص للحياه نظره احسن، اني ما ازعلش من حد، اني الاقي لك دايما اعذار، اني ما ادعي لك من غير ما اعرفك، ولو حد غني ادعي له برضه، مش احقد، فاهم قصدي؟ يعني أيوة. الاحسن كل مني الاستدعاء، ربنا كل يوفقك. الحاجات الإيجابية. بالظبط. طب هل أنت اني ما استدعيش اي حاجه سلبيه خالص. عندك شغف بالتمثيل يعني بطاقتك الإيجابية نفسي دي؟ يا ريت كانت تيجي يعني، اقصد ايه، يا ريت كانت تبقى كومبو بقى تبقى حلوه تنفعني يعني.